بقى ده، وممكن تحطه اللون ده. هنقعد بقى معايا لون غروب الشمس اهوت. طبعا انا بس ايه بنزل اللي في الكوبايه، وهبدا ان انا اديله ايه تقليبه. طبعا لو عايزه ان انا ازود لون تاني فبزود ده. عايزه اوريكم بقى ايه شكله زي ما احنا شايفين. بقى معانا 10 رطل ديتول بطريقة سهلة جدا وبسيطة، مكوناته يعني متوفرة لأي ست بيت تقدر تعمل الطريقة ديت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم أخواتي وحبايبي في الله، معاكم حنان الوراقي. النهاردة حبايبي هنعمل مع بعض ديتول شعبي، هنعمله على طريقتي. الموضوع ده هيبقى حصري والأول مرة على اليوتيوب، أتمنى اللي هي الطريقة تنال إعجابكم وتستفادوا إيه منها. لو الطريقة عجبتكم حبايبي فضلا وليس أمرا، ما تنسوش كده إن أنتوا تشجعوني وتدعموني باللايك والشير، واللي لسه متابعاني لأول مرة بقولها أهلا بيك يا حبيبتي. ما تنسيش كده ان انت تفعلي زر الجرس على الكل علشان يوصل لك كل فيديوهاتي وكل جديد انا بقدمه في القناة اول باول. ويلا بينا نبدأ الفيديو على بركة الله، ونصلي كده على رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام، ونشوف مع بعض هنعمل الديتول الشعبي ازاي على طريقتي. اتمنى الطريقة تنال اعجابكم. اول حاجة حبايبي نشوف مع بعض المكونات. هنا معايا في الجردل ده كده 9 رطل كده ايه من المية، زي ما احنا شايفين. المية ديت يفضل عشان احنا هنعمل ديتول، فيفضل اللي هي تكون مية يعني مغلية وباردة، مية معقمة يعني، فعشان ايه هنعمل بيها الديتول فلازم تغليها وتسيبها لحد ايه ما تبرد، وبعد كده هنستخدمها في الوصفة معانا النهاردة. هنا معايا 50 يعني 50 جرام كده من المية، وهنستخدم عليهم يعني معلقة ونص كده من البطاطس. وهنا معايا هنستخدم كوباية يعني 200 ملي من عجينة الملابس البيضة. هنستخدم 10 جرام مادة حافظة تجيبيها من عند بتاع البنظفات. هنستخدم 100 جرام من زيت الصنوبر. فده كده المكونات معايا. نقول المكونات تاني، يبقى 10 جرام مادة حافظة عشان تحفظ لنا الديتول، وهنستخدم 200 جرام من عجينة الملابس البيضة او كده يعني، او عجينة الصابون الفورية. هنستخدمها النهارده هنعمل بيها الايه الديتول. هنستخدم 100 جرام من زيت الصنوبر، ومعلقه ونص كبيره من الايه من البوتاس، و50 جرام من الميه. ونط معايا ده كده لون غروب الشمس. الالوان دي كنت انا عاملاها معاكم في القناه قبل كده. اللون ده انا جبت شويه ميه وحطيت يعني معلقتين كده صغيرين من اللون الاحمر البودره، ومعلقه كده صغيره من اللون الاصفر، وقلبتهم مع بعض بس كده. وهنستخدم هنا معايا برضو ميه تانية، هنشوف مع بعض هنعمل ايه. يبقى نبدأ بقى ايه كده، هنبدأ هنا في قلب الشفشة. الحمد لله اقلب بس المكونات هنا الاول. لا دي كده عجينة الملابس اهيت. انا حبيت ان انا اعمل بحاجه تكون متوفره يعني اي ست بت اللي هي تقدر تعملها، فاستخدمت بقى ايه عجينه الملابس. عجينه الملابس دي ما فيهاش كرور، عشان في ناس ممكن تجيبيها يعني من عند بتاع المنظفات بالكيلو، دي يعني خاليه جدا من الكرور، ما فيهاش كرور خالص. بس كده فهنبدأ ايه مع بعض. ده كده 100 جرام من زيت الصنوبر، هنبدأ ان انا اضيفه ايه هنا طبعا ايه عشان يختلط مع عجينة الملابس. بحطه كده وبقلب ده كده عشان يديكي ريحة الديتول. ولما نقلبه ونقط مع عجينة الملابس هيختلط ايه على طول.
عشان طبعا ما ينفعش اللي انا اضيفه هنا على الميه على طول، فهتلاقوا اللي عمل طبقه كده من طبقه الزيت على وش الميه، فانت لازم بتقلبيه مع الايه عجينه الملابس زي ما احنا شايفين اهوت، اللي هو ايه اختلط اهوت تماما. ما هنيجي هنا اهوت، هبدا ان انا احط ادي كده ايه معلقه، يعني معلقه ونص كده، اخد بس انزل في الكوبايه الحته الوعد دي بس كده. طبعا انا بعد ما باخد بغطي البرتقال تاني علشان البطاطس ما يوصلوش اي ايه رطوبه، وببدا بعد كده اللي انا بقى ايه بقلب بقلبه بقلب كويس لحد ايه ما يدوق بقى. وفي الخطوة دي تكوني لابسة كمامة، ويكون شباك المطبخ عندك يكون ايه مفتوح، يكون فيه تهوية. كده خلاص هو كده ايه داب البطاطس، كده داب معايا في المية. هنبدأ ايه اللي انا افضيه بقى ايه هنا. هشيل الحاجات ديت، واقلب ايه كويس. اقلبهم ايه كويس لحد ايه بيختلطوا ايه مع بعضيهم بقى. زي ما احنا شايفين كده ايه حبايبي، هو يفضل ان انت بتسيبي محلول البطاطس لحد ما يبرد، بس انا حطيته وهو سخن على طول، و يعني مفيش مشكلة يعني. كده ايه كده خلاص بقى الخليط دوت ايه جاهز معايا. هبدأ ان انا احط بقى ايه 10 جرام من المادة الحافظة واقلب. زي ما احنا شايفين كده ايه حبايبي، هو كده ايه بقى كده الخليط بقى ايه جاهز معايا. هبدأ ان انا اكمل بالمية. على فكرة الرتل ده هوت ده كده هيعمل لي 10 رتل من الديتوك. لا زي ما احنا شايفين طريقة سهلة وبسيطة هيت، يعني انت ممكن تعمليه ده كده ويبقى مركز، وممكن تاخدي يعني لو انت مش عايزة تعملي 10 رتل ديتول، فممكن تاخدي منه كمية، يعني تحتفظي بيه في ازازة زي كده مثلا، ازازة بلاستيك ولا حاجة، ووقت ما تيجي تعملي فتاخدي منه ايه شوية، يعني شوية كده ايه بشوية على تعملي تحطي على الرتل المية. لو عايزة تعملي رتل برتل يعني، فهو كده هو كده بقى ايه بقى خلاص ده كده بقى جاهز معايا. هنا بقى اللون حد اللي انا اضيفه ايه هنا، شايفين شكله جميل ازاي تحفة. حد اللي انا افضيه في المية، بس عايزة اقرب لكم الكاميرا عشان تشوفوا معايا. اهوت هنا بس ايه بديله تقليبة تاني، وهبدأ بقى ايه اشيل بس الاسباتولا ديت. اهوت هبدأ بقى اللي انا ايه اديله تقليبة، ويبقى فاضل لي اخر حاجة كده اهوت هنضيف اللون. كده هو من غير لون خالص، يعني فكرة ممكن تعملوه كده هوت من غير لون كمان ده، وممكن تحطوا اللون هنا بقى معايا لون غروب الشمس اهوت.
طبعا انا بس ايه بنزل اللي في الكوبايه وهبدا اللي انا اديله ايه تقليبه. طبعا لو عايزه ان انا ازود لون تاني فبزود ده. عايزه اوريكم بقى ايه شكله زي ما احنا شايفين. بقى معانا 10 رطل ديتول بطريقة سهلة جدا وبسيطة، مكوناته يعني متوفرة لأي ست بيت تقدر تعمل الطريقة ديت. تقدري بقى ان انت تستخدميه بقى تعقمي بيه اي حاجة. حلو جدا ده. اتمنى حبايبي ان انتوا تكونوا استفدتم من الفيديو النهاردة ويكون عجبكم، تكون عجبتكم الطريقة. لو عجبتكم الطريقة حبايبي فضلا وليس امرا، ما تنسوش كده ان انتوا تشجعوني كده وتدعموني كده باللايك عشان الفيديو ده يوصل لناس كتير اللي هي تشوفه وتستفاد منه. زي ما احنا شايفين اهوت الطريقة سهلة جدا وبسيطة ومفيش اي زيت خالص على الوش، لان زيت الصنوبر اختلط مع الايه مع العجينة الملابس اللي انا حطيته عليها زي ما احنا شايفين اهو. يلا بينا نختم الفيديو كده بالصلاة على رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام، ونشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله مع وصفة جديدة. يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم حنان الوراقي.